عليكم يا شباب، تحية طيبة لكل المشتركين، أنتم فوق العين والرأس، ادعسولكم هانا على هذا الدعم المستمر. طيب يا شباب، موضوعنا اليوم موضوع مهم جدا، وهو عن الهجرة إلى أمريكا. حبيت أنا أبين لكم بناء على التعليقات الذي أقراها، كثير منكم يسأل عن الهجرة إلى أمريكا. أنا زي ما شفت في الفيديوهات الأخيرة، أبو زيدان بالله عليك دلنا كيف نقدر ندخل لأمريكا، ما هي أنواع الفيز وما أدراك. فيا جماعة الخير، إن شاء الله احنا بنخدمكم من العين والرأس، طيب، ولا يكون لكم أي فكر. فإذا قدرنا استطاعتنا أن احنا نجيب التواحد شخص من اليمن لا أمريكا، هذا شيء عظيم، ونسأل الله أن يكتب الأجر للجميع. حبيت أني أحدثكم، قمت عملت لكم خدمة إضافية، وتواصلت مع محامي اليوم. محامي طبعا له خبرة في الهجرة والقانون الأمريكي. قلت له أنه كثير من المتابعين حابين يسألوا على هذه الأشياء، فهل ممكن نحن نعقد معك جلسة علشان تجاوب بعض الأسئلة ويسمعوها منك مباشرة، كي يعرفوا إيش لهم وإيش عليهم، وإن شاء الله أنها يعني لقال يعني يستفيد الجميع، ومنها تعرفوا كيف بالضبط بإمكانكم أن تدخلوا أمريكا حسب الظروف اللي هي يعني متاحة أمامكم. فقال لي لا مانع لذلك، وإن شاء الله عندما يكون عنده فرصة بيبلغني ونتفق أنا وياه وبنعمل فيديو كاملة، وعندما نخلص بحط الفيديو بالقناة كي تشاهدوه وتسمعوا ماذا قال المحامي، كونه يعني أخبر مني وأفهم مني في هذه الأمور ويستفيد الجميع. فاليوم حبيت أجيب لكم الفرصة أنه إذا كان عند أحد منكم أي سؤال يحطه في التعليقات. طبعا أسئلة تتعلق في الهجرة، الجلسة بتكون مع المحامي لأنه يعني كونه محامي هجرة بتكون متعلقة في الهجرة. فإذا عندك أي سؤال يتعلق في الهجرة حطه في التعليقات تحت، وإن شاء الله راح نسأله علشان يستفيد الجميع. هذا خدمة حبيت أقدمها لكم، شكرا لكم على ما تبذروه وعلى هذا الدعم.